تعثر آخر يضاف إلى سلسلة النتائج السلبية التي سجلها نصر حسين داي منذ بداية الموسم بتعادله الثامن أمام الضيف شباب قسنطين. الشوط الأول النصرية حاولت تضييق الخناق والضغط على الزوار الذين كان دفاعهم متماسك، وأول كرة خطيرة جاءت في الدقيقة العاشرة من كرة ثابتة نفذها بوسعيد، الدفاع يبعد الخطأ. وفي هذه اللقطة حفيظ يحرم فريقه من هدف محقق بتضييعه كرة ثمينة بعد خروجه وجها لوجه مع الحارس ضيف. بالمقابل هجوم الشباب لم يكن فعالا أمام دفاع متماسك قطع كل الكرات أمامه، فيما تواصلت محاولات أشبال حموش البحث عن فرص التسجيل لكن دون فعالية، ونهاية المرحلة الأولى من اللقاء دون أهداف. سيناريو الشوط الثاني كان ممثلا للمرحلة الأولى بتواصل معاناة النصرية في الهجوم بغياب قناص حقيقي، ولم نشاهد الكثير من الطرفين سوى بعض المحاولات المحتشمة لم تأتي بالجديد. الدقائق الأخيرة من اللقاء أشبال حموش كانوا أن يتحرروا بكرة سواكير وماضي، لكن الحارس ضيف دائما بالمرصاد لينتهي اللقاء كما بدأ. أقول لك اليوم لدينا مباراة كبيرة ثاني، نفس الشيء ضيعنا عدة فرص، هذه الكرة اللاعبين لعبوا تحت ضغط كبير، وكما يقول لك الآن إعادة نظر في كل حاجة إن شاء الله. هذه هي نظن نقطة تعتبر ثمينة بالنظر إلى نوعية المنافس، وأنا بكل صراحة متفاجئ يعني من الوضعية اللي راهو فيها نصر حسين داي، فريق منسجم متلاحم، وضعنا إشكال كبير. متوقعنا في الميدان هو اللي سمح لنا به، تم شلل كل المناورات الهجوميه نتاعو.